من زمان وحنا كنسمعوا ان العقل السليم في الجسم السليم، ولكن بعض الرياضات ما كيمكنش لنا نمارسوهم وقت ما بغينا وفين ما بغينا. هو ركوب الامواج او السخف يقدروا يمارسوا هوايتهم مثلا في عاصمة عبده اسفي، وبالتحديد في سبوت ديال راس الفعه اللي كيتعتبر واحد من احسن 10 مواقع للسخف فصل الشتاء في العالم، واللي كيتردوا عليه المحترفين ديال هذه الرياضه من دول كثيره. اما بالنسبه للناس اللي كيفضلوا الجبال والهدوء ديالها، فيمكن لهم في فصل الشتاء يمشيوا لوكايمدن على بعد 70 كيلومتر من مراكش، وعلو القمم ديالها كيتراوح ما بين 2500 و 3000 متر. جميع عشاق التزحلق كيتردوا عليها باش يمارسوا رياضتهم المفضله في مساحه كتجاوز 300 هكتار، مجهزه بلي تيليسياج وبلي تيليسكي. وبالنسبه اللي ما عندوش الماتيريال، يمكن ليه يكريه في عين المكان، خاص غير الواحد يتحرك شويه.